اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أعلى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله اللهم الحمد. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. من شر غاسق إذا وقب ومن
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تقديرا وتدبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ما قال ربنا وخالصنا ورازقنا من الشاهدين. ولما أوجب وألزم غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأزواجه الطاهرات وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأنزلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك الذي ارتضيته لنفسك الذي بنيته على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيتك الحرام. ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة حيث وفقتنا لصيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز بين حلاله وحرامه. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأعن
واجعلنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم مع الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اجعلنا ممن قطرت صيامه ووفرت في هذه الليلة أقسامه، وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت زلله وإجرامه. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما مديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هيا منك بما صفتم في الأيام الخالية من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المجاهدين المسلمين الذين يجاهدون أعداءك في أفغان وفي فلسطين، اللهم انصرهم وثبت أقدامهم واجعل الدائرة على أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين ووزراءهم وقضاتهم وحكامهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، ووحد صفوفهم في إعزاز دينك ونشر كلمتك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا، اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه، واجعله قدوة صالحة للبلاد والعباد والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وسلم الحجاج والمعتمرين والمسافرين في برك وبحرك من المسلمين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، وأصلح أبناءنا وبناتنا، واهدهم سبل السلام. واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والآثار. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين،
البهائم الوكع والمشايخ الركع والعباد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ولا تهلكنا بالسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونبهم من الذنوب والخطايا كما ينبى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم أنس غربتنا في القبور وآمنا يوم النشور برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما نشاء فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجعنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأولاد والأصحاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين، واحشرنا في زمرة الصديقين والصالحين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع العظيم إلا بذنب مغفور. اللهم لا تفرق هذا الجمع العظيم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور، واخر لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل سعينا مشكورا وعملنا مبرورا يا أرحم الراحمين. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تبعدنا عن جنابك، بعدتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أدى المسلمون في بيت الله الحرام صلاة القيام لهذه الليلة المباركة الخالدة، ليلة 29 من شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وشهدوا اللحظات الروحانية الخالدة، شاهدوا هذه الساعات المباركة، وأدوا مع فضيلة إمام المسجد الحرام دعاء ختم القرآن الكريم، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة الخالدة على الأمة الإسلامية، وقد اتحدت صفوفها وقويت. اللهم يا بديع السماوات والأرض، في هذه الليلة المباركة الخالدة نسألك من جوار بيتك الحرام، وفي ليلة 29 من شهر رمضان، أن تؤلف بين قلوب المسلمين وتوحد صفوفهم، أن تؤلف بين قلوبهم كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار، وأن توحد صفوفهم كما وحدت صفوف المهاجرين والأنصار، وأن تنصرهم على عدوك وعدوهم كما نصرت المهاجرين والأنصار في أولى غزوات الإسلام الخالدة، في غزوة بدر الكبرى التي شهدها شهر رمضان المبارك، وشهد أيضا هذا الشهر العظيم يوم الفتح الكريم، يوم أن دخل محمد بن عبد الله إلى مكة المكرمة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، يا من عشتم معنا لحظات ليلة 29 من شهر رمضان، كان إمامنا لصلاة العشاء فضيلة الشيخ محمد السبيل،
وكان إمامنا للعشر الركعات الأولى من صلاة القيام الشيخ عبد الرحمن السديس، وكان إمامنا لبقية صلاة القيام ودعاء ختم القرآن فضيلة الشيخ عبد الله الخليفي. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الليلة المباركة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة والصحة، وأن يعيدنا وإياكم إلى هذه الأيام المباركة، إنه سميع مجيب الدعاء.